والله حيكون في عنا فيديو، لأنه هلأ التسجيل اللي أنا عم بحكيه هلأ معكم هو عبارة أصلاً عن فيديو حيكون موجود عنا في الويب سايت تبع نظام التعليم الإلكتروني للجامعة، فهو موجود. بس أنا يعني قصدي فيديو أني أنا أعطيكم إياه يا طلاب. هلأ آخر إشي أخذناه في المحاضرات الماضية اللي هو الـ ER Diagram، تم حل مثالين يا طلاب، مثال موجود عندكم انتبه، ومثال أعطيتكم إياه أنا زيادة كمان بالإضافة لمثال الكتاب أو الدوكيومنت اللي هو الكومبن، فثلاث أمثلة. في ظل المثال الأخير كان في عندنا جزئية ناقصة، قلت لكم هاي إن شاء الله لما ناخذ الانهانس اي ار ديجرامز حيتم يعني تكملة الجزء اللي ناقص عندنا. فبالتالي إن شاء الله في نهاية يعني مش اليوم، بإذن الله يوم الأربعاء حيكون في عنا exercise حنحله مع بعض يا طلاب على enhanced ER diagrams. لما نحكي عن enhanced ER diagram ننتبه، فإذا في عندي تطوير لل ER diagram اللي إحنا متعودين عليها اللي هي اللي أخذناها سابقا اللي هي entity relationship diagram enhance، او في بعض المراجع يا طلاب ما بسموها enhance بسموها extended. هلا بكافه الاحوال هو اختصارها double e r، ننتبه double e r modeling. هلا المعلومات الاضافيه اللي حناخذها عن السابق هي يعني اشياء بسيطه، يعني اضافه بسيطه ممكن محاضره واحده نكملها يا طلاب، ولكن انا عشان أوثق إن المعلومة وصلت للطلاب حقسمها على أكثر من محاضرة بالإضافة للإكسرسايز، يمكن ثلاث محاضرات ماكسيموم. هلأ عندي مصطلحين جداد اللي هم حيكون في عندي السب كلاس والسوبر كلاس. في عندنا مصطلح سبيشاليزيشن وجنراليزيشن. في عندنا الكونسترينز، زي ما أخذنا الكونسترينز للإي آر ديجرام العادية، في عندنا كونسترينز خاصة انتبهوا في الإنهانس إي آر ديجرام، في الانهانس اي ار ديجرام. بالاضافه لبعض المعلومات، امل انه منكم لو انه موجود عندكم هلا ورقه او قلم انكم توثقوا لي اياها افضل. هلا بالبدايه ننتبه هناخذ طبعا عن الكونسترينز، وطبعا هون في اكزامبل المره القادمه ان شاء الله حنشرح عنه. نيجي للكونسترينز اللي على الانهانس، يمكن نلحقها اليوم يمكن لا حسب تفاعلكم معي في البداية وفهمكم للسب كلاس والسوبر كلاس. لما نحكي إنه enhanced أو انتبهوا extended، إذن حيكون في عندي إضافات، انتبهوا حيكون في عندي إضافات وهي أكثر شمولا وأكثر دقة وأكثر يعني مفهوم تفصيلي أكثر من السابق، حيث إنه يعطيني هون accurate database schema إحنا عم نحكي. فبالتالي إحنا عم نستخدم هلأ مصطلحين اللي هم السوبر كلاس والسب كلاس. ننتبه ما معنى السوبر كلاس. لاحظوا في هذا اللي أمامنا عندي تقسيمات لإنتيتي، إحنا ما بنعرف إلا شغلة واحدة اللي هو entity type أعطيتكم إياه، والانتيتي تايب حكينا هو عبارة عن وعاء تحتوي على مجموعة من الانتيتيز لها نفس الخصائص. ففي عندي هون عم بلاحظ في كرسمة اللي هو ريكتانجل، انتيتي امبلوي، انتيتي سيكريتري، تكنيشن، ننتبه انجينير، مانجر، هذا كله عبارة عن مستطيلات، وهي عبارة عن انتبهوا كلياتها هاي عبارة عن انتيتي تايب، عبارة عن انتيتي تايب. عم بلاحظ في عندي إنه هاي بالأعلى، وننتبه بالأسفل في عندي سب جروب. هذا السب جروب اللي هي تقسيمات، انتبهوا أكثر تفصيلاً وأكثر دقة من الإمبلوي. عم بلاحظ مثلاً السكرتري هو عبارة عن إمبلوي، الإنجينير مثلاً إمبلوي، المانجر هو إمبلوي، ولكن عم بلاحظ إنه تم تقسيمها إلى مجموعات. تم تقسيمها انتبهوا إلى مجموعات، إلى سب جروب. هذا التقسيم هو بيعطيني معنى أكثر تفصيل، نحكي additional meaningful، أكثر تفصيل من ما أخليهم كلياتهم انتبهوا في الامبلوي.
والسبب لأنه مثلا عندي خاصية للسكرتري اللي هو تايبينج سبيد اللي هي سرعة الطباعة، هل كل الموظفين لهم هاي الخاصية؟ فما بقدر أنا أحطها كلياتهم بوعاء الإمبلويي كلياتهم مع بعض. أوكي هم إمبلويي بالأساس، ولكن في لكل واحد من هدول ممكن صفة زيادة مختلفة عن الباقي. وإذا تم، انتبهوا الكلام اللي بحكيه، وإذا تم وضعهم كلياتهم في نفس الوعاء سكرتري هم إمبلويي، فبدي أضيف أنا هون attributes اللي هي typing speed. طيب typing speed هي مش للكل، انتبه هي مو للكل. فلما يكون engineer ولا لما يكون manager لما يكون technician typing speed الvalue لإلها بتكون null، انتبهوا بتكون null. وأعطيتكم سابقا حكيت لكم يا طلاب وجود النال في الداتابيز، ننتبه وجود النال في الداتابيز هذا مشكلة، يعني يدل إنه في عندي bad design. فبالتالي هون يتم تقسيم هذا الامبلوي تبعا لرولز معينة، انتبهوا تبعا لرولز معينة إلى سب جروب. هذا السب جروب، انتبهوا هذا السب جروب اللي موجود عندي بالأسفل هذا بنسميه يا طلاب سب كلاس. سب جروب اللي هو اكثر تفصيلا وهو جزء من اللي بالاعلى اللي هو الامبلوي، كل وحده من هدول انتبهوا بنسميها سب كلاس، او مرات بنسميهم يا طلاب لو ليفل انتيتي. انتبهوا هذا بنسميه سب كلاس او لو ليفل انتيتي. فعندي سكرتري عفوا هو عبارة عن سب كلاس، تكنيشن سب كلاس، انجينير سب كلاس، مانجر سب كلاس، سالارد امبلوي سب كلاس، اورلي امبلوي سب كلاس. سب كلاس من مين؟ من اللي بالاعلى اللي هو الجروب اللي ان جنرال اللي هو الامبلوي. هذا اللي بالاعلى يا طلاب بنسميه سوبر كلاس، انتبهوا اللي بالاعلى هذا بنسميه سوبر كلاس. فاذا اللي بالاسفل ننتبه اللي هو سب كلاس، واللي بالأعلى سوبر كلاس. سوبر كلاس اللي هو الشامل على هدول كل هم المجموعات اللي هم السب كلاسز الموجودين عندي بالأسفل اللي هم سب جروبينج احنا مرات نحكيهم. والمصطلح الآخر هذا بنسميه انتبهوا low level entity، واللي بالأعلى بنسميه high level entity. لغاية الآن في أي سؤال يا طلاب بعيد؟ إذن هاي المجموعات انتبهوا قسمناها بشكل أكثر تفصيل لأنها تحتوي على additional attribute أو additional relationship. هلا حنشوف شو معنى هذا الحكي اللي أنا بحكي additional attribute أو additional relationship. انتبهوا العلاقة ما بين السب كلاس والسوبر كلاس، لاحظوا هاي العلاقة ما بين السب كلاس والسوبر كلاس يا طلاب هاي هي اللي اسمها is a relationship. العلاقة ما بين السب كلاس والسوبر كلاس بنسميها is a relationship. في بعض الأحيان نحكيها هي سوبر كلاس سب كلاس relationship، انتبهوا يعني بنسميها is a. لاحظوا انه في عندي هذا المثلث اللي هو رأسه للأسفل، رأسه للأسفل هاي relationship، ولكن ليس relationship اللي تعودنا عليها الدايموندز اللي أخذناه سابقا، هاي منسميها is a relationship يا طلاب، أو منسميها super class sub class relationship التي تربط ما بين السب كلاس وما بين السوبر كلاس، تربط ما بين التنتين ما بين السب كلاس ننتبه وسوبر كلاس. كيف نقدر نقرأها؟ مثلا secretary is a employee، technician لاحظوا أنا بلش من وين؟ من الأسفل من السب كلاس. technician is a employee، engineer is a employee، وهكذا. هيك بيتم قراءة هاي الريليشنشيب. المانيجر حنحكي فيما بعد طبعا هو عبارة عن is a employee. طبعا لاحظوا أنا ما حطيتها هون
بشكل مثلث، ولكن هو اختصارا لأنها عبارة عن واحد، ولكن هي is a كمان relationship. هلأ هون في عندي تقسيمات أخرى للإمبلوي، لاحظوا هون في عندي تقسيمات على أساس الجوب تايب، يعني شو وظيفتهم، Secretary Technician Engineer، أو على أساس الميثود أوف باي اللي هي رواتبهم، يعني يا إما يكون salaried employee بياخذوا راتب بشكل شهري، أو hourly employee اللي بياخذوا راتبهم بالساعات، انتبه بالساعات زي ما بنحكيها احنا مياومة، انتبهوا في عندي تقسيمات. هذا كلياته اللي بالأسفل، نرجع نرد مرة تانية نحكي عبارة عن sub class، واللي بالأعلى اللي هو super class. انتبه احنا معلومات طبعا هي مكتوبة عندكم بالدوكيومنتس بس عشان نوثقها. بالبداية عندي هون في عندي attribute في sub class زيادة مو موجودة عندي في الامبلوي. أول نوت لازم ننتبه لها إنه مثلاً السكرتري هو inheritance لكل الاتريبيوت ولكل الريليشنشيب الموجودين في الامبلوي، لأنه هو بالأساس عبارة عن امبلوي. معنى حكي تبهو يورث كل الصفات تبعت الامبلوي. أعتقد اللي أخذ الأوبجكت أورينتد هو بيعرف الكلاس وبيعرف الانهيرتنس. في ناس ما أخدوش أصلاً أوبجكت أورينتد، بس إحنا عم نحكي بشكل عام نفس الطريقة البرمجة في الأوبجكت أورينتد والانهيرتنس من الكلاسات يا طلاب. هلأ في عندي انتبهوا، الامبلوي يحتوي على مجموعة من الصفات مثل النيم، الاسسان، البيرث ديت، الادرس. هذا السكرتري يأخذ كل الصفات من البيرنتس اللي هم من السوبر كلاس. يعني لما أحكي لكم أعطوني صفات السكرتري حتحكوا لي النيم والSSN والبيرث ديت والأدرس. من وين أخذهم يا طلاب؟ انتبهوا، حتحكوا لي إنه أخذهم من انتبهوا الإمبلوي. إذا صفات السكرتري نفس الصفات الموجودة عندي في الإمبلوي، بالإضافة إلى additional، انتبهوا additional attributes اللي هي typing speed. typing speed هاي زيادة عنده. كان عندي بالبداية اللي ورثهم من الامبلويي، لاحظوا اللي ورثهم من الامبلويي اللي هم عددناهم النيم والاس اس ان، بالإضافة إلى additional attributes. هاي ال additional attributes يا طلاب بنسميها local attributes. ليه سميناها local attributes؟ ينتبه لأنه هي فقط مختصة بهذا السب كلاس. local attributes هي الاتريبيوت الموجودة في السب كلاس، ينتبه هاي اللي هي زي typing speed. هاي يا طلاب زي typing speed بنسميها local attributes. اوكي انتبهوا local attributes. إذن الصفات تبعت السكرتري حياخد كل الامبلوي اللي هو السوبر كلاس بالإضافة لللوكال أتريبيوت اللي عنده. طب التكنيشن، لاحظوا نفس المبدأ، حيورث الصفات من الامبلوي اللي هم الصفات الأربعة اللي بالأعلى، بالإضافة لانتبهوا تي جريد. الإنجينير حياخد كل الصفات اللي موجودة عندي بالامبلوي بالإضافة للإنجين طيب. المانجر في له صفات زيادة؟ ما في له. إذن ما هي صفات المانجر؟ هي نفسها صفات الامبلوي. نفس المبدأ للسالرد امبلوي، ما هي صفات سالرد امبلوي؟ هي عبارة عن الامبلوي كل الصفات الأربعة بالأعلى بالإضافة للسالري. نفس الشيء للأورلي امبلوي حيكون عندي بالإضافة للباي سكيل. هذول إن ننتبه لهم يا طلاب. في نوتس مش موجود عندكم بالدوكيومنتس. انا لما حكيت قبل شوي حكيت انه السب كلاس هو انهرت مش فقط للاتريبيوتس، ممكن هذا السب كلاس كمان يورث، انتبهوا لهاي المعلومه يا طلاب،
ممكن يورث الريليشنشيب. يعني سابقا حكينا الامبلوي هذا له ريليشنشيب مع مين؟ مثلا نحكي مع الديبارتمنت تبهو اللي هي works for، هذا له relationship مع الديبارتمنت. هاي وثقوها يا طلاب عندكم كمان مو موجودة. هاي employee works for department. لما أحكي لكم يا طلاب ما هي العلاقات المشتركة فيها السكرتيري، هتحكوا لي فقط إز آ، صح إز آ هي relationship ولكن في علاقة ورثتها من الامبلويي. ما هي العلاقة اللي ورثتها من الامبلويي يا طلاب اللي هي works for؟ تبه؟ اللي هي works for. هاي الwork هي مو موجودة فعلياً مع هاي الانتيتي، ولكن انتبهوا هي ورثت هاي الريليشنشيب من الامبلويي. فإذا وثقوا هاي النوت، مو شرط فقط إنه إحنا عم نورث فقط الصفات من السوبر كلاس، ممكن نورث يا طلاب الريليشنشيب. لغاية الآن في أي سؤال بعيد اكتبوا لي، إذا في أي سؤال بعيد يا طلاب. ممتاز، خلينا نكمل. هلا ننتبه لبعض النوتس الموجودة عندكم اصلا بالدوكيومنت. يعني انا عم احكي لكم بشكل يعني شرح تفصيلي، والاشياء اللي عم بحكيها اوريدي موثقة عندكم يا طلاب. هلا النقطة الثانية، في بعض الانتيتي، انتبهوا في بعض الانتيتي ممكن يكون ممبر في اكثر من سب كلاس. كيف يعني؟ ممكن يكون في عندي علي مثلا كانتيتي، هذا علي موجود عندي في السب كلاس. هاي علي هو عبارة عن امبلوي، وهذا علي هو عبارة عن انجينير. فإذا أكيد حيكون موجود وين عندي كمان؟ في السب كلاس اللي هو الانجينير. إذن علي entity موجود عندي في entity type employee في السوبر كلاس، وهذا علي هو عبارة عن مهندس فتم وضعه في السب كلاس اللي هو engineer. بنفس الوقت ننتبه، بنفس الوقت هذا علي هو بياخد راتب شهري، فإذن علي هو salaried employee. كان ممكن نفس entity، انتبهوا يا طلاب، ممكن نفس الانتيتي هيو اللي هو موجود عندي في السوبر كلاس يكون ممبر، انتبهوا يكون ممبر في اكثر من سب كلاس. يعني لاحظوا هو مشترك في الانجينير بنفس الوقت مشترك عندي في السالاريد امبلوي. فاذا ممكن يكون عندي انتيتي موجود بالسوبر كلاس يكون ممبر في أكثر من سب كلاس. ننتبه أكثر من سب كلاس. هلأ النوت الثانية، مو شرط كل الموظفين اللي موجودين في السوبر كلاس. يعني مثلا عندي نحط اسم محمد، محمد هو عبارة عن امبلوي، ولكن هذا الموظف اللي عندي، انتبهوا هذا اللي اسمه محمد اللي عندي يا طلاب هو employee ولكن لا ينتمي ولا لواحد من السب كلاس. ممكن موظف جديد انا عينته لسه ما قسمته على اي نوع، او ممكن مثلا عندي موظف نحكي عامل نظافه ما في مثلا له، لا هو سكرتري ولا تكنيشن ولا انجينير،
ولا مانجر، فأنا ما بدي أوزعه على أي وحدة. يعني ممكن يكون عندي entity في super class لا ينتمي ولا لوحدة من sub class، هذا optionally ننتبه. يعني ممكن يكون عندي entity موجود عندي في super class وهو not included ولا أي، يعني ولا إنه هو member في أي وحدة من sub classes. ممكن هاي حاطينا for example محمد، ده مو شرط عندي كل entity موجود عندي في السوبر كلاس لازم أوزعه، لا مو شرط. طبعاً في عنا أكثر من situation وحنعطيكم إياها، بس لك إحنا عم نحكي هلأ بشكل عام يا طلاب، ننتبه نحكي بشكل عام. لغاية الآن في أي سؤال بعيد؟ بعيد يا طلاب. إذن المعلومة الأولى نتذكرها مع بعض، ممكن يكون عندي entity member في أكثر من sub class زي علي، في أكثر من sub class، أو ممكن يكون عندي entity بالسوبر كلاس لا ينتمي ولا أي sub class. ننتبه. هلأ بالعكس بدي أسألكم، هل ممكن يكون عندي entity مثلا نحكي فرح، أيها هون حطيت أنا فرح، وين موجودة فرح؟ ننتبه في secretary. هل ممكن هاي فرح الموجودة عندي بالسيكريتري يا طلاب، انتبهوا بالسيكريتري، مش موجودة عندي في الامبلوي؟ أعطوني إجاباتكم. هل ممكن تكون عندي فرح بالسب كلاس مو موجودة عندي في السوبر كلاس؟ ممتاز. إذن العكس غير صحيح. ممتاز. هلا إذا كان عندي انتبهوا entity في sub class must انتبهوا يجب أن تكون member من super class. إذا كان في عندي member في sub class it must be member of super class. يعني فرح هاي ما بيصير أحكي والله إنها موجودة عندي بس فقط في sub class، هذا خطأ. يجب أن تكون هاي فرح موجودة عندي في التنتين، انتبهوا، يعني موجودة عندي بالسب كلاس، أصلا لا وجود للسب كلاس دون وجود السوبر كلاس. فإذا هاي فرح يجب أن تكون في السب كلاس، كمان يجب أن يكون لها وجود في السوبر كلاس، انتبهوا في السوبر كلاس. ولكن العكس اللي قبل شوي حكيته على مثال محمد، ممكن يكون عندي employee موجود عندي في super class ولكن لم يتم توزيعه في sub grouping اللي هو sub class. ممكن ننتبه. أما العكس عندي entity في sub class مو موجودة عندي في super class، هذا خطأ. ننتبه، هذا خطأ. إذن هاي النوت الثانية لغاية الآن. إذا في عندكم أي استفسار أي سؤال استوقفوني، استوقفوني يا طلاب، كتير مهم. قبل ما ننتقل للي بعده، ممتاز، خلينا ننتقل للصفحة اللي بعدها يا طلاب. طبعا حنرجع لهاي مرة تانية، كمان شوي حنرجع لإلها. عن هذا الشرح اللي أنا حكت لكم عنه in details كله موجود هون. شوف هذا المثال، في هذا المثال اللي أمامنا يا طلاب عندي الـ person تم تقسيمه إلى student employee، الـ student كمان تم تقسيمه والـ employee تم تقسيمه. لما أسألكم يا طلاب الـ student ما هو؟ sub class ولا super class؟ جاوبوا. الـ student في هذا المثال اللي أمامنا هل هو sub class ولا super class؟
ممتاز، بعضكم جاوب صح. ننتبه مع بعض. الـ students يا طلاب نسبة إلى هدول التنتين graduate و undergraduate students هو super class، هو super class، ونسبة إلى الـ person هو sub class. لاحظوا إذا في ممكن يكون عندي entity يكون عندي super class و sub class في نفس الوقت، في نفس الوقت. زي المثال اللي أمامنا، نفس المبدأ الـ employee هو super class، انتبهوا super class نسبة إلى secretary والtechnician والengineer، وهو sub class نسبة إلى الـ person. عم نلاحظ أن يكون super class وsub class بنفس الوقت. لاحظوا super class وsub class بنفس الوقت، هذا بنسميه hierarchy entity ER diagram. ننتبه enhanced ER diagram اللي هو بنسميه بناء هرمي، بحيث إنه في عندي بعض الـ entity sub class و super class بنفس الوقت، بنفس الوقت. ولكن اكتبوا نوت عندكم، هذا السوبر كلاس والسب كلاس شرط أن يكون السوبر كلاس لإله واحد. طب شو معنى هذا الحكي اللي أنا عم بحكيه؟ هو ما يسمى سينجل انهيرتنس. معنى سينجل انهيرتنس يا طلاب، طبعا هذا مو موجود عندكم بالدوكيومنتس، فوثقوا يا طلاب وكتير مهم، حتى لو ما كان إجاب الامتحان أنا ما بعرف شو الطبيعة اللي هلأ حيصير معنا، الله كل خير، ولكن هذا مهم. مستحيل يكون عندي هيراركي إلا إذا كان سينجل انهيرتنس، والسينجل انهيرتنس إنه يكون عندي البيرنس أو السوبر كلاس واحد، البيرنس أو السوبر كلاس واحد. يعني هلأ الامبلوي كم سوبر كلاس لإله؟ هتحكوا لي واحد، تبهوا اللي هو البيرسون. الستودنت كم سوبر كلاس لإله؟ اللي هو واحد، هو بيرسون. طيب احنا هيك متعودين. طب حتسألوني طيب شو يعني سينجل انهيرتنس وانت بتقول لنا سوبر كلاس واحد؟ في بعض الاحيان يا طلاب، خليني ارسم لكم رسمة، طبعا هي مش موجودة عندكم. بعض الاحيان انا هلأ بدي احط هون مثال بسيط. في عنا ما يسمى يا طلاب teacher assistant في الجامعات، أو مرات بسموهم student assistants TA، TA يا طلاب teacher assistant، بيكون أحد طلاب اللي عنا بنفس الوقت هو موظف، هو بسموه مساعد بحث وتدريس، تبهم بنفس الوقت هو موظف. طبعا في له attributes زيادة نحكي، هذا عبارة عن entity type اسمه teacher assistant، تبهم entity type. الـ parents لإله يا طلاب، الـ parents لإله هذا الـ parents لإله هذا يا طلاب هو عبارة عن employee، لاحظوا، و students. البيرنتس لإله employee وstudents. إذن السوبر كلاس هياخد هلأ كل خصائص الامبلويي وكل خصائص انتبهوا الstudents. هذا بنسميه يا طلاب multiple inheritance، أو مرات في بعض الكتب والمراجع بسموه lattice، انتبهوا lattice أو multiple inheritance يا طلاب، اللي هو البيرنتس لإله مو واحد، يبهو البيرنتس لإله مو واحد، البيرنتس لإله اثنين، عم بياخد خصائص من الامبلوي وخصائص من الستودنتس. هذا بنسميه مالتيبل انهيرتنس، أو في بعض المراجع انتبهوا بسموه لاترس. ليه؟ لأنه عندي السوبر كلاس اثنين. كل الأمثلة الموجودة عندكم في الدوكيومنتس يا طلاب البيرنتس واحد، البيرنتس واحد. فهلأ هون في هاي السب كلاس انتبهوا ممكن يكون
يكون له more than one super class. عشان هيك بنسميه multiple inheritance. فهلا في الهيراركي اللي انا عم بحكي عنه في هاي في هذا الدوكيومنت انتبهوا, يجب ان يكون, يجب ان يكون لما نحكي هيراركي هذا اللي هو super وsub بنفس الوقت يكون عنده one parent. اللي هو زي هون عند the student فقط عنده person, الامبلوي فقط عنده انتبهوا الاب او السوبر كلاس اللي هو بيرسون. هذا النوع بنسميه طلاب سنجل انهيرتنس. لغايه الان في اي سؤال بعيد بعيد يا طلاب؟ ننتبه الله يسر لكم أموركم. ننتبه هلأ بالنسبة ل بعض من هاي المطلوب منكم بس تعرفوا الهيراركي, وإنه في بعض الأحيان إنه super entity type ممكن تكون super class sub class بنفس الوقت. انتبهوا super class و sub class بنفس الوقت زي the student وال employee, بينما ال person هو super. اللي بالأسفل كلياتهم هم عبارة عن sub classes فقط في هذا الدوكيومنت أو في هذا اللي أمامكم. ننتبه الرسم اللي أمامكم. نيجي لمصطلحين تانيات. في عنا ما يسمى مصطلح specialization يبهم, وفي عنا مصطلح آخر اللي هو ما يسمى generalization. طبعا كل واحدة عكس الثاني. specialization يا طلاب اللي هي بنسميها التخصيص, generalization عكسها هي التعميم. نيجي هلا للسبيشاليزيشن. طبعا انا خضني واقفة على هاي الرسمة لانه بدي اشرح عليها. انتبه سبيشاليزيشن. سبيشاليزيشن هي هي بروسيس كيف احنا بنعرف ديفايننج سب كلاس من سوبر كلاس. انتبهوا كيف نحن بنعرف نعمل ديفايننج لست من سب كلاسز من سوبر كلاس. يعني في البداية يا طلاب بيكون عندي, انتبهوا في البداية بيكون عندي مثلا البيرسون, وهذا كلياته مو موجود. بيكون عندي البيرسون والبيرسون في له النيم والاس اس ان والبيرث ديت والادرس. بلاحظ في البيرسون في عندي بعض مجموعات, بعض مجموعات لها خصائص مشتركة. مثلاً بلاحظ إنه في عندي الميجر ديبارتمنت وفي عندي ماركس وفي عندي أشياء لبعض الانتيتيز الموجودة في البيرسون. في بعض الانتيتيز الأخرى الموجودة في بيرسون ننتبه في إلها سيلري وفي إلها تايب تايبينج سبيد ومثلاً إنجينير تايب وهكذا. لما ألاقي في عندي مجموعات إلها أتريبيوت زيادة ومجموعات إلها أتريبيوت أخرى مختلفة عن الثانية, فاضطر أنا أمسك هذا الانتيتي وأقسمه إلى صب جروب. انتبهوا من وين أنا بدأت. بدأت العملية التقسيم من الأعلى. من الأعلى يعني من وين؟ من السوبر كلاس. يعني بالبداية هو ما بيكون عندي أصلاً لا مصطلح سوبر كلاس ولا أي شيء, بيكون عندي انتيتي عادي, انتيتي تايب عادي. ولكن بلاحظ بعض المجموعات اللي عندي إلها خصائص مشتركة. مو شرط يا طلاب الخصائص أن تكون عبارة عن attributes. يعني بعض المجموعات إلها خصائص relationship معينة, فأنا بحاول بدي أقسمها. أخذ هذا الإشي الإنجينيرال أحاول أقسمه لتخصيصه, هذا بنسميه specialization. انتبهوا بلشت من السوبر كلاس وبدي أقسمه إلى سب كلاس. بلشت من السوبر كلاس انتبهوا بقسمه إلى سب كلاسز, هذا بنسميه انتبهوا specialization. طبعا نبدأ من التوب للداون, يعني من السوبر كلاس إلى سب كلاس. يعني نحن عملنا سب كلاسز, يعني بالأساس ما كان في عندي سب كلاس. ليه؟ لسببين. السبب الأول ممكن يكون في عندي certain attributes, يعني may apply لصم منهم من الانتيتيز الموجودة في السوبر كلاس.
السبب الثاني ممكن عندي some relationship types انتبهوا زيادة غير عن الموجودة عندي في بعض الـ entities في super class. بعض الـ entity الزيادة الـ attribute الزيادة تم توضيحها هون، وكمان لحتى نشوف أكثر نرجع للرسمة الأولى اللي شرحت لكم إياها قبل شوي. في هاي الرسمة يا طلاب بالبداية انتبهوا بيكون عندي انتبهوا بالبداية بيكون عندي employee، بلاحظ في عندي خصائص مختلفة لبعض ال employee زي typing speed وال T grade وال engineer type، فتم تقسيمها إلى sub group. يعني بالبداية كان عندي employee لوحده، فأنا اضطريت للتقسيم لأنه في عندي certain attribute apply ل some من ال entity but not all entities in the super class. هلا كمان في عندي المانجر، قبل شوي حكيت لكم يا طلاب المانجر ما في اتريبيوت زياده، ولكن في عندي سم ريليشن شيب تايبس في بارتيسيبيت لبعض الانتيتي، يعني مو كل الموظفين هم عندي مانج لبروجكت مثلا، فانا رحت قسمتها الى سب كلاس زي هذا انتبهوا المانجرز. المانجر الموجود عندكم في عندي هون مش attribute زيادة، في عندي relationship زيادة. فإذا متى ممكن أنا أعمل عملية specialization؟ وقت ما ألاقي في هاي attribute في هاي السوبر كلاس attribute زيادة لبعض الانتيتيز وبعضها لا، أو وقت ما ألاقي عندي انتبهوا relationship زيادة لبعض الانتيتيز، فتم تقسيمها إلى انتبهوا sub classes. هاي منسميها يا طلاب انتبهوا، هاي منسميها اللي هي specialization. بدأنا من الأعلى يعني من السوبر كلاس انتبهوا قسمناه إلى sub classes. هذا نحكي له top down approach. ليش top down approach يا طلاب؟ لأنه بلشنا من السوبر انتبه كلاس اللي هي top إلى الأسفل اللي هي إلى sub classes. لغاية الآن في أي سؤال بعيد يا طلاب؟ ممتاز، خلينا نكمل إذن الـ generalization. طلاب كل موجود بالملف اللي عندكم، كل اللي أنا عم بشرحه أصلاً بشرحه من الملف اللي عندكم، ولكن بطريقة أخرى يعني عشان تفهموا في بعض المعلومات الزيادة. يعني مثلاً هلا specialization مو محطوط متى ممكن إحنا نعمل specialization. المالتيبل انهيرتنس اللي قبل شوي حكيت عنها مو موجودة أصلاً بالدوكيومنتس، أوكي؟ بس يعني أنتم المطالبين الموجود بالدوكيومنتس، أنا بعطيكم إياها بطريقة إنكم تفهموا شو المكتوب. هلا نيجي للجنراليزيشن. جنراليزيشن يا طلاب عكس سبيشاليزيشن، هو عكس سبيشاليزيشن يا طلاب. بالبدايه لاحظوا هون بالبدايه شو بيكون عندنا؟ بيكون عندي هدول اكثر من انتيتي، يعني مش شرط تنتين، اكثر من انتيتي تايب. عندي انتيتي تايب اسمها كار، وعندنا انتيتي تايب اللي هي التراك. عندي أكثر من entity type، ممكن تنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة. عم بلاحظ في هاي الـ entity type، انتبهوا يا طلاب، عم بلاحظ في هاي الـ entity type أكثر من attribute مشتركة. يعني عم بلاحظ في هون في عندي price بكلا التنتين مشتركة، وفي عندي الـ vehicle ID كمان مشتركة بيناتهم، وعم بلاحظ كمان في عندي license plate number ننتبه كمان مشتركة. عندي ثلاثة attribute مشتركات ما بين التنتين. لما يكون في عندي أكثر من entity type
في بيناتهم common attributes، انتبهوا بيناتهم common attributes. بروح أنا هلأ أجمعهم التنتين، انتبهوا أجمعهم يا طلاب التنتين، يكون عندي لإلهم super class. سميت هذا السوبر كلاس انتبهوا اللي هو vehicle، موجود عندي الاتريبيوت اللي قبل شوي مشتركة، ما تبقى بخلي عليهم، يعني هلأ بلغي منهم انتبهوا هاي الاتريبيوت، يعني هاي يا طلاب، وهاي حطيتها ب entity type واحد اللي هو اسمه vehicle، ننتبه، وهيني حطيت الاتريبيوت المشتركة بالأعلى وسميته هذا سوبر كلاس، وأصبحوا هدول الانتيتي اللي قبل شوي كانوا منفردات كل واحدة على حدة، أصبحوا بالنسبة لهاد هو سب كلاسز. طبعا لاحظوا ما تبقى من الاتريبيوت زي الماكسيمم سبيد، نمبر اوف باسنجر، هون التراك، نمبر اوف اكسس، وهون الحمولة التون. إذن هدول كلياتهم صاروا local attributes، كانوا قبل شوي عندي attributes عادية موجودة على هاي الانتيتي. إذن إذا كان عندي أكثر من subclass أو أكثر، نحكي بشكل عام أكثر من entity يحتوى على common properties أو attributes، فناخد الأشياء الكومن اللي بيناتهم يا طلاب منحطها بسوبر كلاس، انتبهوا نحطها بسوبر كلاس، وهذا السوبر كلاس اللي جمعهم مع بعض سميه بمسمى يكون جنرال بيناتهم زي هون الفيكل، وبناخد هاي الاتريبيوت الكومون نضعها بسوبر كلاس، وما تبقى بيكون عندي على السب كلاس. لاحظوا احنا بدأنا هاي المرة عملية عكسية، هو ريفيرس لا سبيشاليزيشن. Specialization كان عندي من الأعلى، بلشنا من السوبر كلاس، قسمنا إلى سب جروبينج، إلى سب كلاسز. عفوا. بينما عندي في generalization لا، بدأنا من entity، هاي الانتيتي فيما بعد بصير عندنا هي سب كلاسز، ثم عملناها general class اللي هي احتوت على الكومن فيتشرز تبعتها وسميناها السوبر كلاس، عملية عكسية تماما. انتبهوا هذا هو generalization. لغاية الآن في أي سؤال يا طلاب بعيد؟ ننتقل للconstraints. general class يا طلاب اللي هو الvehicle اللي هو super class، تم تجميع، ننتبه، تم تجميع هدول التنتين في اسم واحد نسميه general class اللي هو super class اللي جمعهم التنين. اللي بيسأل عن general class اللي هو الvehicle يا طلاب هون اللي هو جمعنا الكار والتراك، الأشياء الكومن البيناتهم حطيناها بالفيك، وأصبح عندي هدول الانتيتي اللي كانوا سكترد كل واحدة على حدة، طالما إنه في إشي مشترك بيناتهم أصبحوا فيما بعد سب كلاس. فانتبهوا هذا الأبروش بنسميه بوتوم أب. ليش بوتوم أب؟ بلشنا من الأسفل إلى الأعلى، من السب كلاس إلى السوبر كلاس، بينما في سبيشاليزيشن من الأعلى إلى الأسفل، فبالتالي سميناها top down. top down specialization، generalization، bottom up، بلشنا من السب كلاس إلى السوبر كلاس. لغاية الآن في أي سؤال؟ اللي حاطة أنا تحتيه خط يا طلاب هذا المشترك بيناتهم، المشترك وضعته أنا بالأعلى، انتبهوا بسوبر كلاس، واللي ما أنا شطبت عليه وما حطيت عليه خط، فإذا هذا عبارة عن local attribute صار عندي على، انتبهوا السابق. أي سؤال تاني يا طلاب؟ آه طبعاً هنا الكي لاحظوا هو الـ vehicle ID،
الكي هو ذيك الايدي اللي تحتيه خطيه طلاب، هذا الكي اتريبيوت. طب لما اسالكم مثلا ما هو الكي للكار، من وين بدي اخذ الكي؟ هل ممكن احط كي هون زياده من عندي؟ منيح زميلتكم سالت هذا السؤال، ما هو الكي للكار؟ اللي هو في السب كلاس. الكي يا طلاب هياخذوا انهيرتنس من مين؟ من البيرنتس، من السوبر كلاس، من الفيكل اللي هو فيكل اي دي. انتبهوا، هذا هو الكي. يعني قبل شوي كمان لما اخذنا الامبلويي، لما اخذنا السكرتري، الكي يا طلاب هياخذوا من الامبلويي اللي هو كان عندي الاس اس ان. لاحظوا يعني لما انا اسالكم كمان بهذا الشكل، خلينا نرجع رسم القبل او اوريدي موجوده هلا هون. مثلا هون ما هو الكي للسكرتري؟ ما هو الكي للتكنيشن؟ ما هو الكي للانجينير يا طلاب؟ الكي حياخدها من السوبر كلاس واللي هو الاس اس ان. ممتاز، الاس اس ان. انه حتى الكي ما هو اصلا من ضمن الاتريبيوتس اللي هو انهيرتنس يا طلاب، فاذا حياخدها من، انتبهوا، السوبر كلاس. فإذا الكي للسكرتري حياخدها من السوبر كلاس. طب هلأ ننتبه، هل في إمكانية أضع attributes كي واللي هي local موجودة عندي مثلا على واحدة منهم؟ مثلا ممكن أحكي والله يا طلاب بدي أعمل كي للإنجينير for example هون. يبهو مثلا كي معين للإنجينير وهني أوصلها بهذا الشكل، ممكن ولا لا؟ مرات لما تسألوا أسئلة صراحة بتعطوني إنديكيت لأسئلة أخرى بتراودني ومباشرة بعطيكم إياها. هل في إمكانية ولا لا يا طلاب؟ ممتاز محمد علي قصي، ممتاز. مستحيل يا طلاب. ليه مستحيل؟ إنه حكينا سابقا لكل entity type يجب أن يكون one key attributes. لكل entity type one key attributes. طب هذا الانجينير، انتبهوا، هذا الانجينير حكينا قبل شوي هو inheritance للattributes سبعة الامبلوي، فإذا هو already عنده كل هدول. فإذا عنده name، عنده SSN، عنده birth date، عنده address، وبيأخذ كل الattributes. صح، عندي الـ SSN والكي اللي أنا ضفته هون تنتين. هل أخذنا سابقاً على الـ Entity Type يا طلاب two key attributes؟ فإذاً مستحيل وضع كي، ننتبه، على الـ Subclass طالما هو Inheritance لا هذا الكي من الـ Superclass. لغاية الآن في أي سؤال بعيد يا طلاب؟ يلا خلينا ننتقل هلأ للconstraints. في عنا مجموعة من الconstraints يا طلاب، في عنا الmembership constraints، في عنا disjointness أو belonging constraints، وفي عنا completeness. الmembership constraints اللي هو أي الentity اللي عندي موجودة في السوبر كلاس لأي سب كلاس هي بتنتمي. هاي الانتيتي الموجودة عندي في السوبر كلاس، يعني which entities can be member، انتبهوا، of a given subclasses of a given super lower level classes. يعني مثلا عندي علي، محمد، أحمد وهكذا موجودين هم employee، كيف بدي أنا أقسمهم لسكريتري وتكنيشن وإنجينير؟ انتبهوا، هذا الممبرشيب. ففي عنا طريقتين، عنا طريقتين يا طلاب. الطريقة الأولى بنسميها condition define. condition define. الcondition define يا طلاب، لاحظوا في هذا المثال اللي عنا، في عندي هون attributes ما
ما لاحظناها قبل شوي موجودة تم إضافتها هلأ، اللي هي job type. في condition define يتم إضافة ما يسمى defining attributes أو attribute define. Defining attributes يتم وضعها في super class. بناء على الفاليو تبعتها يتم تقسيم هذا الموظف، ننتبه مثلا اللي عندي، الى secretary, technician, engineer. يعني اذا كانت الفاليو مثلا job type محطوط عندي secretary، احمد محطوط عنده job type secretary، فاذا احمد وين بدي احطه هلا؟ في secretary. مثلا محمد موجود عندي technician، فإذا هذا محمد حوزعه وين؟ على التكنيشن. عندي سامي هو انجينير، فإذا هذا سامي حوزعه على هذا الانجينير. على ايش اعتمدنا يا طلاب؟ على الفاليو الموجودة عندي في هاي الاتريبيوتس. اكتبهم على الفاليو الموجودة عندي في هاي الاتريبيوتس. فشو حسب الفاليو الموجودة عندي يتم التقسيم للسب كلاس. هذا الانتيتي الموجود عندي في السوبر كلاس يتم تقسيمها الى سب كلاس، وهذا بشكل واضح ننتبه وصريح. موجود عندي اتريبيوت، وهاي الاتريبيوت يا طلاب بنسميها، هي حاطه محطوطه عندكم اتريبيوت ديفاين، او انتبهوا بنسميها يا طلاب ديفايننج اتريبيوت، هيها، او بنسميها ديفايننج اتريبيوت. بناء على الفاليو تبعتها يتم تقسيم الانتيتي في السوبر كلاس الى سب كلاسز. هاي الاولى. الثانيه بنسميها يوزر ديفايند. من اسمها يوزر ديفايند، اذا هذا انتبهوا لي قبل شوي، جوب تايب ما بيكون موجود عندي اصلا، ما بيكون عندي هاي الاتريبيوتس. يوزر ديفايند هي تعتمد على اليوزر. يعني باجي انا كمدير بحكي هذا الموظف بناء مثلا بعد نحكي after 3 months 4 months مثلا من الخبرة تبعته، أنا بدي أقسمه، أنا بدي أوزعه. هذا بيعتمد على اليوزر، عشان هيك سميناها user defined. يعني مثلا نيجي عندي أحمد موظف جديد بالشركة، بعد 3 أشهر من التدريب بحكي والله هذا مكانه حطوا لي يا technician مثلا. أنا كيوزر بحدد إنه هذا على أنو إنتيتي يتم توزيعه. الأولى كانت بشكل صريح وواضح نسميها condition defined أو defining attributes. الثانية لا، تعتمد على اليوزر، فتم تسميتها user defined constraints. لغاية الآن في أي سؤال؟ فإذا هذا الممبرشيب عم نحكي constraints، تحكي لي هاي الإنتيتي هي ممبر لأنو sub class. لغاية الآن في أي سؤال بعيد يا طلاب؟ طيب ننتقل للثاني، ننتقل للثاني يا طلاب، disjointed. أو أنا بدي أشرحها يا طلاب بالرسمة الأولى. بالرسمة الأولى عندي نوعين، هون يا طلاب أنه هي كان فيها خطأ، فأنا حبيت أني أرجع لإلها، حبيت أرجع لإلها. انتبهوا يا طلاب، هون قبل شوي حكيت انه في عندي مثلا انتيتي اسمه علي. هذا علي ممكن يكون سكرتري وتكنيشن وانجينير بنفس الوقت. انتبهوا هون، سكرتري وتكنيشن وانجينير يا طلاب بنفس الوقت. انتبه، هذا علي اللي قبل شوي حكينا عنه. ممكن يكون عندي
سكرتري وتكنيشن وانجينير بنفس الوقت؟ مستحيل. إذا هذا مستحيل يكون عندي انتيتي سوبر كلاس ينتمي لأكثر من انتيتي في السب كلاس الموجودة عندي هون. هاي الريليشن. فبالتالي يا طلاب بتصححوا اللي عندكم وبتكتبوا جنبها، انتبهوا هون، تكتبوا جنبها هون disjoint. disjoint يا طلاب. لا، في هاي الحالة لما يكون عندي entity في super class، في super class مستحيل ألاقي عندي في sub class هذا الانتيتي مرتين. يعني هون عندي علي مثلا تكنيشن بنفس الوقت علي انجينير، هذا خطأ. فهذا نسميه disjoint. انتبهوا، هذا خطأ. يا إما يكون في الانجينير يا إما يكون في التكنيشن. فإذا في disjoint عم نحكي إنه entity belong to one. انتبهوا، at most one. طبعا ممكن إنه يكون هذا الانتيتي ما ينتمي ولا لوحدة منهم، ممكن. يعني زي محمد حكينا قبل شوي ما بينتمي ولا لوحدة. at most انتبهوا one، يعني على الأقلية إلى واحد، مو أكتر. إذا اثنين ثلاثة هذا مش disjoint. فإذا هذا عندي انتبهوا علي انتمى لوحدة منهم، وعندي محمد هون، محمد ما انتمى ولا لوحدة منهم، ولكن ما انتمى عندي لأكثر من وحدة من السب كلاس. هذا بنسميه يا طلاب الديسجوينت. انتبهوا الديسجوينت. نفس المبدأ على فكرة هون، وثقوها كمان عندكم. مستحيل عندي يكون موظف بياخذ راتب يومي وراتب شهري، يعني بالساعات وراتب شهري. فهون يجب كتابة، يعني قلت لكم وثقوها عندكم، اللي هي disjoint. ممكن ألاقي علي مثلا اللي أنا حاطته قبل شوي هو سالرد، إنه هون وهون بنفس الوقت مستحيل. جنب الإز أ عم بكتب أنا كلمة disjoint. شو معنى disjoint؟ إنه هذا الانتيتي الموجود عندي في السوبر كلاس، في السوبر كلاس at most انتبهوا ينتمي إلى one sub class. تذكر لما أنا أعطيتكم at most one، يعني ممكن إنه هذا ينتمي الموجود في السوبر كلاس ممكن لا ينتمي ولا لوحدة منهم، maximum ينتمي إلى واحدة فقط. انتبهوا واحد. هذا عندي disjoint. لغاية الآن في أي سؤال بعيد يا طلاب؟ إذا وثقوا الخطأ الموجود كان عندكم بالdocuments يا طلاب. ننتقل هلأ للثاني اللي هو الoverlapping. overlapping يا طلاب. بس قبل ما ننتقل فيه خلينا نشوف نستعرض المثال الموجود عندكم already اللي هو fake. هذا المثال انتبهوا هون كتبنا انتبهوا disjoint. لاحظوا هون disjoint جنب الإزاء. ليه disjoint يا طلاب؟ هاي الانتيتي الموجودة عندي في البيكر يا إما تكون كار يا إما تراك. أما كار وتراك بنفس الوقت مستحيل. يا إما تكون كار يا إما تكون تراك. فإذا ممكن يكون عندي هاي الانتيتي مثلا E1، نحكي E1 ممكن تكون عندي E1 موجودة في الكار و E1 موجودة في التراك. لا، فإذا عشان هيك نكتب هون disjoint. يبهو disjoint. An entity can be either car or truck. انتبهوا للمصطلحات اللي هون. Not both. Cannot be both. مستحيل تكون التنتين مع بعض. هذا هو disjoint. ننتقل للي بعده اللي هو overlapping. Overlapping. هلا عندي person وعندي student وعندي employee.
ممكن ألاقي عندي بيرسون أكتبهم عندي مرح مرح هي بيرسون ممكن ألاقي هاي مرح بنفس الوقت هي students وبنفس الوقت هي employee موظفة هي طالبة وبنفس الوقت هي انتبهوا هي موظفة ألاقي ننتبه entity موجود عندي في super class ينتمي إلى أكثر من sub class entity موجود عندي هون انتبهوا موجود عندي في sub class أكثر من واحد يعني هيها موجودة مرح في students موجودة مرح في employee هذا يا طلاب بنسميه overlapping في overlap هو default شو يعني default انتبهوا ما بحط جنب الـ is a overlap وقت ما يكون عندي disjoint حط أنا كتابة بشكل واضح جنب الـ is a disjoint زي قبل شوية عملناها هيها هيها disjoint بينما هون عندي في overlap في overlap يا طلاب هي الديفولت ما بحط جنبها overlap بنخليها بهذا الشكل من غير أي كتابة رأيت الآن في أي سؤال بعيد يا طلاب أنا مبنية صح هي على المنطق زي ما أنتوا كاتبين مبنية على المنطق يا طلاب ولكن إن شاء الله المحاضرة القادمة هعطيكم different scenario وإنتوا تحددوا لي overlap ولا disjoint في عندنا مجموعة من الأسئلة المحاضرة القادمة بإذن الله يعني بعد هاي يعني كمان بعد لأنه المحاضرة القادمة يمكن نحل الإكزامبلز الموجود عندنا في الدوكيومنتس أكثر من سؤال يا طلاب لتوثيق هاي المعلومة لغاية الآن في أي سؤال إذا هذا هو الديسجوينت والأوفرلاب هذا نسميه belonging constraints ننتقل للconstraints الأخيرة اللي هو completeness constraints بالcompleteness constraints بتحكي لي يا طلاب إنه هذا الممبرز الموجود عندي في السوبر كلاس لازم يكون في أي واحدة من السب كلاس ولا لا يعني هل ضروري انتبهوا هل ضروري كل واحدة من الممبرز الموجودة عندي في السوبر كلاس يجب أن تنتمي إلى السب كلاس هيك معناتها كيف يعني نرجع للرسمة الأولى يا طلاب للي عندنا نحن مش حاطين أمثلة في documents نرجع لرسمتنا الأولى هاي الرسمة نشوفها مع بعض انتبهوا في عندي هون مجموعة مثلا من الـ entity نحط هون مجموعة من الـ entity مثلا عندي entity 1 entity 2 entity 3 entity 4 مجموعة من الانتيتيز هاي الانتيتي يا طلاب موجودة عندي في السوبر كلاس هاي الانتيتي موجودة عندي في السوبر كلاس بالإمبلوي يعني هلأ لما وزعت نحنا خلينا نيجي على هذا الطرف على هذا البارت لما وزعت هدول الانتيتي انتبهوا حطيت الـ E1 مثلا عند الانجينير اي E1 حطيت الـ E3 مثلا عند التكنيشن هاي E3 وممكن أحط كمان E4 تبهو هاي E4 عند مين؟ عند السكرتري هلا E1 E3 E4
هل كل الانتيتي الموجودين عندي في الامبلويي هدول تم توزيعهم على كل الانتيتيز في هاي الريليشن؟ جيبهم. ممتاز، وزعتهم كلهم. بقي عندي بالأعلى يا طلاب اللي هو E2، عندي بالأعلى اللي هو E2 لم يتم توزيعه، هيو لم يتم توزيعه يا طلاب ولا على أي واحد فيهم، لم يتم توزيعه ولا على أي واحد فيهم، فبالتالي هذا partial، نفس مبدأ البارشل اللي أخذناه يا طلاب في الـ ER diagram العادية. مو كل الانتيتي اشتركت بالسب كلاس، مو كل الانتيتي الموجودة في السوبر كلاس موجودة عندي في السب كلاسز، فبالتالي بيكون عندي، لاحظوا هون خط واحد، بالتالي بيكون عندي خط واحد، لاحظوا هون خط فقط. فإذا مو كل انتيتي موجودة عندي بالسوبر كلاس موجودة عندي بالسب كلاسز، فإذا هذا خط واحد، هذا هو البارشل يا طلاب، هذا البارشل. طيب نشوف هلأ الجزء الثاني اللي هو التوتال، بنفس الطريقة اللي شرحناها في الاي ار دياجرام. أي انتيتي موجودين عندي في السوبر كلاس E1 E2 E3 E4، كيف هو، شو بدي أعمل أنا هلأ؟ بدنا نروح على السايد اللي بجهة اليمين، تم تقسيم هدول الانتيتيز كالتالي E1 E3 for example، نضيف لهم يعني مش شرط هلأ لازم يكون متساويين، هاي E2 E1 E3 E2. وهون عندي يا طلاب انتبهوا E4، لا في هاي الثانية، التقسيم الثاني للإمبلوي عن طريق اللي هو method of pay، اللي هو راتبه شهري ولا راتبه انتبهوا بالساعات. قسمت ال E1 E2 E3 E4 كل الموجودين عندي في الإمبلوي، وضعتهم في sub class. هاي E1 E3 E2 هو بياخد salaried employee يعني راتب شهري، E4 بياخد hourly employee واللي هو راتب بالساعات. هل كل الانتيتي الموجودين في الامبلويي، انتبهوا يا طلاب، تم تقسيمها على سب كلاس؟ نعم، طالما انه نعم فشو بدنا نعمل في هاي الحاله؟ يكون عندي توتال، كل الانتيتي الموجودين عندي في السوبر كلاس تم تقسيمهم على سب كلاسز، كلهم اشتركوا يا طلاب في السب كلاسز. فإذا حنحط خطين، لاحظوا هون في عندي خطين، انتبهوا للكلام اللي عم بحكي. فإذا كان عندي كل الانتيتي في السوبر كلاس اشتركت بالسب كلاسز، فإذا هذا توتال، هذا توتال، انتبهوا كل انتيتي موجودة عندي في السوبر كلاس اشتركت بالسب كلاسز، فإذا هذا توتال. لاحظوا هون خطين يا طلاب، مو خط واحد، هون عندي خطين، هاي خط خلينا نرسم لكم اياه، وهي خط ثاني، خطين يا طلاب، بينما هون خط واحد لأنه مو كل الانتيتي اشتركت بالسب كلاس، فإذا هذا بارشل، وإذا هذا توتال. لغاية الآن في أي سؤال؟ بعيد يا طلاب، بعيد يا طلاب. طيب ننتبه بس لبعض النوتس اللي هي بالسلايدات اللي أخذناها قبل شوي. خلينا نشوف هون، مثلا هون عم بتلاحظوا إنه هذا partial، هذا partial و overlap، انتبهوا هذا partial وهذا overlap. طب قبل ما أكمل في سؤال من زميلتكم براءة بتقولي ليش المانيجر مش هو توتال؟ فيكم تجاوبوها يا طلاب؟ طيب هو ليش المانيجر مش توتال؟ كل الموظفين E1 E2 E3 E4 هيكونوا مشتركين بهاي السب كلاس، موجودين بالسب كلاس؟ مستحيل. البنتين ننتبه، مو كل الموظفين، ممكن من هذا كلهم اللي أنا كاتبتهم E1 E2 E3 E4 يمكن يكون واحد،
أو اثنين بس، مستحيل كلياتهم يكونوا منجر، فإحنا حطيناها partial يا طلاب مش total، partial وليس total. ممكن تكون A2 A3، ممكن يكون عندنا A2 لأنه ممتاز ممتاز محمد، لأنه نحن ما شاركناها هون، ممكن تكون A2. طيب خلينا نكمل هلأ، بس نستعرض الموجودين عندنا كل الرسمات ونشوف partial total أوكي، ونشوف disjoint و overlap. نشوف هاي الرسمة الأولى يا طلاب، هاي الرسمة الأولى هون، لاحظوا عندي هون هاي partial و overlap. شو يعني partial يا طلاب؟ شو يعني partial؟ مو كل البيرسون يقسم إلى students و employee، ممكن يكون عندي person لا هو student ولا هو employee، هاي معناتها. طيب شو معنى overlap؟ ممكن أحد ال entity بتكون students و employee بنفس الوقت. إذن هاي في حالة عندي إنه يكون عندي، انتبهوا، overlap overlap و partial، هاي أحد الحالات. احنا عم نحكي عن specialization generalization constraints، اذا هاي partial overlap. طب ننتقل لهون، عم نلاحظ هون في عندي total disjoint. طيب نفهم شو معناتها، الطلاب يا اما يكونوا على مقاعد الدراسة البكالوريوس اللي هم graduate undergraduate عفوا، او graduate اللي هم الماستر والدكتوراه يا طلاب، هيك يقسم الطلاب، يا إما هاد يا إما هاد. فإذا مستحيل يكون طالب بكالوريوس بنفس الوقت ماستر، فمستحيل إنه يكون عندي، انتبهوا، overlap بيناتهم، فلذلك كتبنا هون disjoint، لذلك كتبنا disjoint. طيب ليه حطينا total؟ ننتبه ليه حطينا total يا طلاب؟ لأنه كل الطلاب بشكل طبيعي يتم تقسيمهم يا إما طلاب بكالوريوس يا إما طلاب، ننتبه، ما بعد البكالوريوس، طلاب الجامعة إحنا عم نحكي، ما في عندي أبروش آخر، أو ما في نحكي students وما إلو هذا التقسيم، فإذا حيكون عندي total إجباري. نيجي للإمبلوي هون، حطينا disjoint و overlap. لاحظوا إنه هلأ أخذنا overlap partial اللي هي الأولى هون، أخذنا، انتبهوا، total disjoint أي حالة تانية، وأخذنا هلأ هون، لاحظوا هون، partial disjoint. مو كل الامبلويي يا طلاب، انتبهوا، مو كل الامبلويي يتم تقسيمهم إلى secretary technician engineer، فإذا هون بيكون عندي، انتبهوا، partial. طيب وإذا تم تقسيمهم إلى Secretary Technician Engineer يجب أن ينتمي at most، انتبهوا، إلى subclass واحد. ما بيصير والله يكون عندي زي قبل شوي حكينا Secretary Technician بنفس الوقت مثلا. هاي حالة الثالثة يا طلاب، إن أخذنا overlap partial، أخذنا total، انتبهوا، disjoint، وأخذنا partial disjoint، وممكن يكون عندي total، انتبهوا، total overlap. إذن أربع حالات عندي ممكن يكونوا مع بعض، وانتبهوا لإلهم. هيك أنهينا محاضرتنا، أقول لك للجميع المحاضرة القادمة نوثق معلوماتنا في الإكزامبلز الموجود، حاولوا تحلوا أنتوا، بالإضافة لإكزامبلز أعطيته بآخر محاضرة، وحكت لكم يا طلاب حنكمله هذا الإكزامبل يا طلاب في المحاضرة القادمة. أود لك للجميع، والله يعطيكم العافية، وآسفة إني تأخرت عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.